بقول يلي غويت النسب يا تناسب راجل يا بلاش، يلي غويت النسب يا تناسب راجل يا بلاش، يا نازل السوق يا تشتري المليح المليح يا بلاش، خد الأصيلة ولو كان مهرها غالي، خد الأصيلة ولو كان مهرها مهرها غالي، ولا تاخدش الخسيسة لو كان مهرها ببلاش. تريلا ابن عطوة تريلا، أول واحد يجيب التريلا، وكان متجوز انشراح انشراح يا ابوي منافلة. عايشين عيشة هنية والناس كانوا بيحسدوهم، دول كانوا عايشين عيشة هنية والناس كانوا يحسدوهم، صحيوا من النوم مرة يا ابوي ما لقوش عطوة صاحب التريلا. انشراح ما تحملش هم، اه وجالها ذاك الدهل، قال يا انشراح ما تحملش هم، انا هكون معاكي هكون معاكي بدل التريلا. لا 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 ولا 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 اطلع من تريلا اقع في دهول، قالت يا زمان كفاية ذل، اطلع من تريلا اقع في دهول، سيد قال هتتجوزي ليه يا ماي، قالت له دل راجل ولا دل تريلا.
الكهول، وكان يعامل سيد كويس اتزوجها زاكي الدهول، وكان بيعامل سيد كويس لحد ما ماتت امه، وسيد لا عنده خال ولا حتى عم. اتجوزها زاكي الدهن، وكان بيعامل سيد حلو لحد امه ما ماتت، وسيد لا عنده خاله ولا حتى كمان عمه، وكان متجوزها ومخبي عليها انه متجوز ومعاه تلات عيال، كان مخبي عليها الدهن اللي كان مخبي عليها انه معاه تلات عيال، ولما ماتت انشراح منافله جاب العيال وقعد في البيت واستولى على البيت واستولى على سيد وبرضه استولى على خدت بالك مني ياد زمان؟ ده انا كنت بعمل ايديه، كنت خاربها. خلاص كده يا دادي، البيت كله بقى بتاعنا تقريبا يا حبيبي. ما تقولش تقريبا يا بابا، ولكن قولي ايه ان شاء الله. نعم، الصدق والوضوح هم اهم شيء. يا ابيض يا اسود، يا احمر يا اخضر، يا اصفر يا ازرق. يما يا حبيبي، هو انا باخد رايك في دهانات الشقه؟ ما تعفرتنيش. اسمع يا اولاد، انا معايا عقد البيت بس ناقص عليه توقيع الزفت سيد ده. خلاص احنا نطرده ونرمي لك لابس سكك تنهش في لحمه، واذا ما رضيش يطرد خلاص نزعق له جامد بقى او نجرحه في مشاعره. ما ينفعش اطرد سيد يا لولو يا حبيبي. ليه يا دادي؟ اخلاقي يا اولاد، اخلاقي ما تسمحليش ان اعمل كده مع سيد. بارك الله فيك يا دهل. معنى يا اولاد ان احنا نطرد سيد ده معناه ان احنا لازم نجيب شغاله مكانه. وشغالها تقعد تقول لك مش عارف عايزه ايه، اجازه مصيف واجازه وضع. لكن سيد لو راح يومين جمصه مصيف مش هيطلب اجازه وضع. ليه بقى يا دادي مش هيطلب اجازه وضع؟ عشان هو راجل يا لولو يا حبيبي. ايه ده؟ يعني انا لما اتجوز مش هاخد اجازه وضع؟ يا خساره. بص انت يا لولو على حسب، انت يا لولو يا حبيبي على حسب. وبعدين اسمعوني يا واد ما تعفرتونيش، شغاله دي هتقعد تقول لك عايزه ساعتين اوفر تايم وعايز ياخد بالدولار. لكن سيد ده يوم ما هيتكلم هياخد على قفاه. ايوه انا بقى عايز واحد ياخد على قفاه. ليه بقى؟ لان انا داخل بطوله الملاكمه اللي جايه، وعايز اقول لك ان الملاكم ما هو حاجتين، الشمال بتاعته واليمين بتاعته. الشمال بتاعته لو قلت اليمين ترجع على طول. اه ده هنتر. الله يسلمك يا حبيبي. كده يا هد، ايه رايك يعني نخلي سيد ولا نجيب مكانه شغاله؟ نخليه، لان انا برجع من التمرين مهدود وبقى محتاج حد يجهز الاكل على طول بسرعه عشان نسخن بعضينا. وانت ايه رايك يا لولو يا حبيبي؟ لا احنا لازم نخليه، انا ما بعرفش اعمل اي حاجه لوحدي يا دادي. انا بحتاجه يسشور لي شعري ويخش معايا يعمل في الحمام ويعمل معايا كل حاجه، انا ما بعرفش اعمل حاجه اصلا. ولا انا عايزك تبقى زي اخوك يا بطل. يا لا يا عم، انت بص انت عنيف قوي، انا ما بحبش العنف. انا اعلمك يا الملاكم حاجتين، الشمال واليمين. الشمال بتاعته لو قلت اليمين ترشع على طول. ولا ده حنطر. اسمع يا حبيبي اسمع، انت رايك ايه عبتواب؟ نخلي الواد سيد ولا نجيب مكانه شغاله جامده؟ اعوذ بالله اعوذ بالله، الواد ده طالع لمين؟ انا مش عارف، ده انا كنت خاربها وانا عيل صغير. ما هو واضح على ركبك اهو. يا عايز يخلص. يا ابتي يا ابتي، شغاله يعني امراه انثى تعيش مع ثلاثه اولاد
وشايب، القوش شغالة حرام. خلاص يبقى اتفقنا يا أولاد، تعال احنا نخلي الواد سيد يخدمنا ونقعد نجرب فيه لحد ما يسيب لنا البيت والتريلا بتاعت ابوه. موافقين؟ موافقين. نتفق على الكلام ده. قالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة، يا مغنواتي غني يا مغنواتي غني، حكايتنا عالربابة. معرفش اسوق، ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. في ايه؟ ما اعرفش مين ده يابا. انا عارف يا ابن حبيبي. ما اعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. خلاص سيبها. ما عرفش اسوق. ده سيد تريلا ابن انشراح منافيلا. انت طلعت العجله من المخزن ليه يا سيد؟ انا عايز اركب العجله من زمان وانت ما كنتش عايز نركب العجله. هاي انا لولو. ايه ده، احنا عندنا ستات هنا؟ ستات ايه؟ انا مش ستات. انت ايه؟ انا راجل. لا يا راجل. اه والله. انت راجل؟ ايوه. بس انا نظره ضعيفه بقول حاجه كده. هاي انا لولو. لا بتكذب بتكذب. لا والله ما بكذب. لا بتكذب والله ابدا. انا راجل. سيبك منه هنيه وتعال كلمنا. ايه ايه ده اخويا، ما تخلينيش اجي اتدرب في وشك. يلا يا سيد. نعم. خليك معانا يا سيد. كلمنا يا سيد. ايوه. يا بيه يا بيه يا بيه، انت سايبني كده يا بيه من غير ما اركب العجله، وانا كنت عايز اركب العجله. اسمع بقى، العيال دول من النهارده دول ولادي، بس انا كنت مخليهم مع فسيخ البواب يربيهم لحد امك ما ماتت، وفضلت مخبي عليها السر ده لحد ما ماتت. طب وهتقول لها امتى؟ امك ماتت يا سيد. ايوه هتقول لها امتى يعني، ان دول مش ولادك؟ يا سيد ما تعفلجنيش. اسمع، العيال دول تعالى يا ولاد. يعني دول ولاد فسيخ البواب؟ دول ولادي على الطلاق بالتلاتة ولادي. يعني ولاد فسيخ البواب. دول ولادي والله. اسمع، هيعيشوا معانا هنا على طول. على طول فين؟ هيعيشوا معانا هنا في البيت بتاعي؟ بيت بتاعك ده كان زمان ايام ما ابوك كان عايش يا سيد، لكن دلوقتي البيت ده بتاعنا. مش عاجبك امشي. امشي اروح فين؟ ده بيتي، ده بيت انا وانا لازم اقعد هنا. يا عمي ده بيتي، ده بيتي وانا بقول لك اهو، انا لازم اقعد هنا في بيتي. هو ايه اللي جاب مفيد فوزي هنا؟ لا 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 لا، انا لست بابي ولست لي علاقه بهذا، انا عبد التواب. عبد التواب ابن البواب؟ اثبت انه ابن البواب. وبعدين بقول لك ايه، انا معايا ورق البيت ومعايا ورق التريلا بتاعت ابوك كمان. خد يا سيد، خد يا سيد المقشه دي، روق لنا البيت كده يا سيد، واتخلى يا سيد، اتخلى عشان نلعب مع بعضينا. يعني ايه انا اللي هقعد اكل نص وامسح في البيت؟ ليه ده بيت انا وانا ابقى شغاله في البيت؟ ايوه يا سيد، خد البس دي، دي بتاعه المطبخ. هو انت مين؟ يوه انت مين بجد؟ انا لولو. ازيك يا لولو؟ اهلا وسهلا. وانت مرتبطه؟ اه مرتبطه. طب انت بتحزميني ولا ايه يا لولو؟ يا لولو وانا ارقص؟ يا سيد اسمع، ها الاوضه اللي انت كنت بتقعد فيها زمان خلاص من النهارده هيقعد فيها ولادي. يعني ايه وانا هقعد فين طيب؟ يعني انا هقعد اكل نص وامسح وكمان الاوضه بتاعتي هتاخدوها، انا هقعد فين؟ اقعد مطرح ما تقعد في المطبخ. لا مش عايز اقعد في المطبخ. اقعد في اي حته انت عايزها. اقعد في الحمام. اقعد في الحمام يا اخوي. ولا اقعد في الاوضه بتاعتي؟ الاوضه خدها عيالي خلاص. عيالك دول؟ ايوه دول. هم اولاد فسيخ البواب؟ ولاد الزفت البواب. عاجبك كده؟ اسمع يا سيد، انت من النهارده يا تقبل تعيش معانا على وضعنا ده يا اما تمشي. قلت ايه؟ لا اقول ايه، اقول ايه؟ يا رب يا رب، بيتي خدوه، بيتي خدوه، هيجيبوا ولاد البواب ويقعدوا. مفيش احسن من ذكر الله. يا زيكس، هناك مثل عربي يقول سيد القوم خادمهم. انت مين؟ انا سيد. واحنا القوم. اخدمنا اخدمنا يا سيد. هو المثل ده معمول عشانكم؟ اي نعم. عشان ولاد البواب؟ ماشي. حضر لنا بقى لقمه هنيه. ها
عشان ايه ادعي لك دعوتين ربنا يكرمك انجز. حاضر. بقول لك ايه؟ نعم. لما تعمل الاكل ما تحطش كاتشب حار عشان بيلسعني في لساني من قدام. هو انت مين؟ يو بقى انت مين بجد؟ لولو. انا لولو. لولو؟ اه. مرتبطه؟ انت مستقلتني هنا من شويه قلت لك اه. اما كنت سامع الاجابه. اه مرتبطه. انا هدخل اخد شاور واجي على طول. هتاخدي ايه؟ شاور. طب خلي بالك. ماشي. يلا يا سيد اقلع. نعم. اقلع. ليه كده؟ ما انا كمان هقلع. وبعدين؟ وهنسخن بعضينا. يلا يا سيد ما تعطلنيش يا سيد. عايزك تسخني. في ايه يا سيد؟ ما تقلع يا سيد خلينا نقلع. اقلع انا مسخن. يعني انا وافقت ان انا ابقى شغال عندكم. اقلع ايه؟ انا مش هقلع. أين الطعام اللذيذ الديليشيز؟ يعني طواب يا ابن البواب؟ نعم. إلها أخوك بيقول لي إلها. ما أنا نفسي جاي أكل وأتفرج معاك. إيه الأخلاق بتاعت العيلة بتاعتكو دي؟ الرجل عنده ماتش في الملاكمة ويريدك أن تلعب قصاده. آه ملاكمة. أنا خيالي راح في المصارعة. لا أنا داخل بقى بطولة البلد وعايز أبقى ولد. فعايزك عايز إيه؟ عايز أبقى ولد. وأنت إيه بنت ولا إيه؟ بنتي ايه؟ انا عايز ابقى ولد يعني ابقى بطل. فعايزك تسخننا يا سيد. يعني انا هعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا هكنس ولا احضر له الاكل ولا اسخنك؟ انتوا عايزين مني ايه؟ ماليش دعوه انا عايزك تسخنني. حاضر حاضر حضرتك. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ تسخن معايا. حاضر. نلعب ماتش دلوقتي وتسخن معايا ان شاء الله فيه. يا عمي يا عمي يا ناس في ايه؟ سكوا عليك كده ليه وبتزعقوا على الفاضي؟ في ايه؟ مش عارف اخد شاور. ايه ده انت مين؟ يو مين؟ انا لولو. عايز ايه يا لولو؟ انتوا بتزعقوا مش عارف اخد شاور براحتي. بص ده احسن واحد يسخنك خلي بالك. يلا. بقول لك يا سيد انا مش طالبه معاك كده. انت اللي هتلعب معاه الماتش وانت اللي هسخن معاه. يابا خش يابا يابا حضر لي الماتش يابا. يا روما. تعالوا رجاله تعالوا تعالوا. عايزك تسخن. عايز البطوله. يلا عايز البطوله السنه دي. هنفخ لك ميه في بقك في وشك. لا مش عايز. يلا يا حبيبي. يلا 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 يا حبيبي. يلا رن الملعب نبتدي. يلا يلا. الدوله الاولى يا رب. ويبدا الماتش اعزائي المشاهدين بين التريلا والدهول. مش عارف ازاي التريلا بتلعب دهول بس الماتش هيبقى دهول. اقول لك ايه انا مش فاضي. يا ولد يا دهول. اديله يا دهول اديله ما ترحموش. اديله. ايه ده؟ ايوه هوبا. في ايه؟ بعدين بقى في الماتش الغريب ده. ازنكوا ازنكوا ياض. حلق عليه. حلق عليه ياض حاج. الحبل وقع. الحبل وقع. بعدين بقى في يوم الازرق ده بقى. انتهت المباراة بفوز عنتر الدهول. الحمد لله. وجبالة هدو شريعة سدو عنتر جالكو يلا استعدوا. جبالة هدو شريعة سدو عنتر جالكو يلا استعدوا. يا رب يا رب. يعني ابويا يموت امي تموت وانا في الاخر اتعذب مع اولاد البواب. ماشي سيد. انت يا سيد. نعم. قوم افتح الباب. سوسو صاحبتي جت. صاحبتك؟ اه. وانت مين؟ انا لولو. وصاحبتك؟ ايوه. غريبه جدا. حاضر هفتح. حاضر. ايوه. ايه الخبط المبالغ فيه ده؟ Thank you.
تتفرج عليا بقى لما بسرح شعري ببقى مصيبه. ياي ده شكله وحش قوي يا نونو. لا هو ما تخافيش يا حياتي ما تخافيش. بقول لك ايه، تعالى سشور لي شعري يلا عشان احنا هنرقص. بس اشور لك شعرك؟ اه بسرعه، بلاش رغي البنات ده. انا اللي رغي البنات؟ ايوه. انت مين؟ انا لولو. حط الفيشه فين يا لولو؟ لولو اسمح، عندك في عندك كوبس؟ اشور وانت شاكت. وانا شاكت ازاي؟ ساشور لخبطتنا في حياتنا. عندك كوبس؟ ما عنديش كوبس. طب ساشور كام من غير كوبس؟ اه ساشور اكنك بتساشور. اقول فو. بقول لك ايه، خلاص ما فو بلا فو بلا بتاع. سقف سقف. حاضر. اخيه 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 اخيه، واجب تسجف لهم يا سيد، واجب تسجف. ما هي ست لولو اللي قالت لي. ست لولو ايه؟ اتكل على الله روح اعمل الغدا انت، روح. حاضر. وانا اسجف للقمر دي. انا دلوقتي يابا انا عايز 20 لتر لبن وعايز 128 بيضه. عايز ايه؟ عايز 128 بيضه. اجيب لك 128 حمراء؟ وده وايه هو ده؟ انا عايز انا بيض بروتين. اه تاني بنزين. صح صح. طب حاضر انا اجهزهم لك هنا. جهز لي. يلا بينا. اعوذ بالله اعوذ بالله، ما الذي يحدث في هذا البيت يا مغيث يا مغيث؟ ابي الرجل الطيب الطاهر يترقص كأوكا وأورتيجا؟ ومن هذه الراقصه؟ والله كوكو عايزه لك وش دوكو. لا 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 لا، كل هذا العبث يحدث لانني نزلت لكي اشرب حجرين معسل على القهوه. طب والله ما انا ساكت، والله ما انا ساكت. ايوه ما تسكتش، ما تسكتش عليهم، ما تسكتش. هتعمل ايه؟ فعلا ساشرب الشيشه هنا. يلا رسلي حجر يا سيد. حاضر. هاي حاضر هرسلك حجر. حاضر. يلا يا سيد عايز اتغدى يا سيد. حاضر اعمل لك الاكل. حاضر سيد. هاي تعال اعمل لي مساج يا سيد. حاضر هاجي اعمل لك مساج. سيد ها تعال سقف يا سيد. حاضر سيد رسلي حجر يا سيد. حاضر سيد تعال اعمل الغدا يا سيد. حاضر سيد مساج بسرعه والنبي يا سيد. حاضر سيد ها تعال سقف يا سيد. حاضر الحجر يا زيكس. اعمل لي الغدا يا سيد. حاضر مساج بسرعه يا سيد. سقف بسرعه الحجر يا زيكس. مساج بسرعه يا سيد. الحجر يا زيكس يا سيد. اسرع يا سيد. مساج الاكل يبرد يا سيد. مساج بسرعه يا سيد. الحجر يا سيد. افتح الباب يا سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ استغفر الله العظيم. يا سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن موجودون الآن داخل إحدى المنازل الفقيرة كما تشاهدون الآن خلفي جميع رموز طوائف الشعب. ها هو رمز التدين، وها هو رمز التعصب، وها هو رمز اللامؤاخذة. ايه ده؟ مش ده الواد السوداني اللي لعبنا في النهائي؟ ولا الملاكم حاجتين، الشمال واليمين. الشمال بتاعته لو قالت اليمين تلزع على طول في وشه. اركب الهوا. في ايه يا اخوانا؟ انا مش الملاكم. امال انت مين؟ انا معكم مراسل القصر الملكي عثمان ابو العافيه. من القصر الملكي؟ نعم. عملت ايه يا سيد تاني في الملكي؟ اه جبت رز بلبن بس. هو بيقول القصر الملكي، عملت ايه؟ اعترف. هذا ولد ارهابي شنقيط. انا نعم. شنقيط؟ نعم شنقيط. وانا شاهد طيلة الليل يخطط لعملية ارهابية كبيرة، وانا اقول له لماذا يا زيكس؟ نحن نحب الملك يا زيكس. يشاور بإشارة غريبة ويحرك صوابعه الاربعة. والله ايدي ما مطوعان اعملها. أنا؟ يا جماعة يا جماعة. لا الجماعة فطورة خلاص. أه
عذرا انا لم اقصد الجماعه دول، انا قصدي الجماعه دوكهام، وعشان كده جيت لكم النهارده سايب لكم دعوه. دعوه؟ دعوه ايه يا حبيبي؟ دعوه ان شاء الله مستجابه، الملك داعيكم للقصر عشان يجوز بنته. خدتوا بالكم يا ولاد قد ايه ابوكم مهم؟ روح بلغ الملك وقول له زكي الدهولي وعياله هيجوا يحضروا الفرح النهارده. هنيجي كلنا، قول له. عذرا لم اسمعك بوضوح يا سيدي. بقول لك قول له زكي الدهولي وعياله هيجي يحضروا الفرح النهارده. ايوه كلنا جايين يعني. نعم نعم نعم، ولكنه ليس فرح. امال ايه؟ طهور؟ يا لقد قرر الملك ان هو يطبق مبدا اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك، وعشان كده دعوكم كلكم النهارده منتظرينكم في القصر. كان معكم حامد ابو العافيه اللي استحمل الناس دي بالعافيه. ايه ده؟ مستحمل مين بالعافيه؟ هذا كاميروني يا الله. اركب الهوا، اركب الهوا. يا ولاد اديله حبيب الدين. حلو، يلا بقى، يلا عشان نروح القصر. انا مش مصدق اللي بيحصل، ده حلم ولا خيال؟ ما هي هي حلم او خيال، هي هي. ولكن هذه قلة حياة، حفلة ومسخرة، بدل ما يشوفوا الناس الغلابة اللي مش لاقيين ياكلهم ويعملوا حفلة، أي حفلة حرام. يا عم اقعد بقى يا عم، هو يعني ينفع الأميرة دي أصلا تحب واحد فينا؟ ده مستحيل. ليه يا حبيبي؟ ليه ده تحبك وده أنتوا عيال جمال. الله يخليك، الله يخليك يا عم، الله يخليك. هو مش واثق من نفسه، أنا مش عارف ليه. بتكلم على اولاد انا، ما بتكلمش عليك، مالكش دعوه. يا عم انا برضو زي اولادك، ما انت جوز امي اللي هي مش ام، اللي هي مرات ابويا الله يرحمهم كلهم بقى. طيب يا حبيبي، طيب يا حبيبي، هتروحوا تعملوا ايه انتوا بقى؟ انا هروح ارقص لها، ولو ما اتجوزتنيش ممكن تبقى الجيرل فريند. ايه؟ الجيرل فريند بتاعتي. ايوه ايوه دي سهله. ايوه وانا ادعيها على ماتش الملاكمه بتاعتي ان شاء الله، لما تلاقيني بقطع الواد النجير اللي جاي هتحبني. ايوه وانا هوريها مناخيري ان شاء الله تحبني يعني. بس تلقى البتاع ده كله موزس طبعا. موزس بجد؟ والله اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله. ياد انت اجرفني في عيشتي ياد، ياد انا كنت خاربها والله حرمجي. يعني هنروح كلنا الحفله؟ ايوه. لا هيقعد على التواب هنا وانت وهو، وانا اروح انا وعيالي الجمال دول. لا انا مش هقعد، انا هاجي معاكم. هتيجي تعمل ايه؟ ما انت جارفنا كل شويه تقول موزس حرام، اللي مش عارف ايه حرام. اجي علشان اتفرج، اقصد ادق لهم ناقوس الخطر حتى يعودوا عن طريق الفساد. نعم، ويمكن الاميره تعجب بيه او تتزوجني. خلاص ماشي سيد، تعال. ايوه انا عارف عارف، هلمع الشبشب واجي معاك. تيجي معانا فين يا سيد؟ هاجي معاكوا الحفله. حفله ايه؟ الاميره عايزه عريس مش عايزه عفريت. انا عفريت؟ انا عفريت؟ وعشان مناخيري كبيره شويه، وعشان شعري وخشي شويه، وعشان نظري ما بشوفش خالص، ابقى انا عفريت؟ انا عفريت؟ لا حول ولا قوه. هيبكينا سيد، هيبكينا واحنا رايحين مهمه مستحيل. اسمعوا يا اولاد، احنا نمشي وسيد يقعد هنا بقى يخدمنا ويغسل ويطبخ ويمسح ويخلي البيت فرنطوشه على ما نرجع. ماشي. بالمره واحنا معديين لازم نعدي على التوحيد والنور، نحنت في نفسينا. ونعدي على نادي الترسانه، لان انا محتاج اوريك حركه جديده يا عم. ايه الحركه دي يا حبيبي؟ ده في ايه؟ ايه في في كلاب في البيت. اجري اجري يلا. اجري يلا. عايز اروح الحفله، اشمعنى كلهم يروحوا وانا ما اروحش؟ عايز اروح الحفله. سيد تريلا، سيد تريلا. يا سيد مين؟ سيد تريلا. ازيك يا سا 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 سيد يا سيد، سيد يا سيد. ايه ده؟ انت مين؟ بعرور؟ انا بعرور قوي يا سيد، وخلي بالك انا بعرور الساحر تا 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 تا. طيب يا طيب، طيب يا طيب. يعني انت الساحر الايه؟ الطيب. امال الساحر الاهبل يبقى شكله ايه على كده؟ ده الساحر الطيب ازاي يعني؟ من اولها يا سيد. ايوه بص يا سيد، انا جاي عشان احقق لك الامنيه بتاعتك.
بجد؟ اه انا نفسي اروح الحفله ونفسي الاميره تعجب بيا ومثلا ممكن تتجوزنا او ما انا جاي عشان كده مثلا او اي حاجه ما انا جاي عشان كده يا سيد جاي عشان اوديك الحفله اللي انت عايزها بجد؟ اه بجد ده انت ساحر طيب جدا فعلا بس خلي بالك يا سيد انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا ها. انت لازم يا سيد تمشي من الحفله دي قبل الساعه 12 وتلت هي مش 12 انت زودتوا تلت ساعه ولا ايه يا سيد انا مديك يعني اهو تلت ساعه زياده يا سيد تلت ساعة؟ ماشي يا عم متشكرين على الواجب ده بس يا سيد انت هتحتاج شوية كده تغييرات عشان خاطر بس تروح الحفلة ماشي حاجات بسيطة يعني كلها حاجات بسيطة ماشي دخلوا الكرسي انت جايب كرسي؟ تعال يا سيد اقعد حاضر بص يا سيد انا عايز اقول لك على حاجة الأول ها بص يا سيد ايوه يعني اقول لك على حاجة بسيطة؟ ما تقول اهو يا سيد بص يا سيد ايوه انا عايز اقول لك على حاجه قبل ما اظبط لك كده محتاج كده كرسي كويس ولا اعلهه لك شويه هو انت ساحر ولا حلاق يا عم لا انا اتنين في واحد ساحر وحلاق اها ها حضرتك هتكرهني في كل السحره ليه كده بص طب انا وش في شويه تغييرات هعملها لك هنقصر الشعر شويه أيوة. والسوالف تتظبط ايوه ونعمل لك كمان حمام كريم كريم اه ايه رايك والله كويس ان انا جيت لك المحل انا بقى اعمل لك حته دين انا بقى اعمل لك حته دين قصه ايوه بس انت عندك جل شعر كويس لا انا صراحه ما عنديش جل ايه خلاص؟ ايه رأيك كده يا سيد؟ ها؟ ايه يا سيد؟ ايه ده؟ انت بوظت شكلي يا عم ده انت كده شكلك حلو قوي يا سيد كده حلو قوي؟ قوي ده فين مناخيري؟ كل ده اتشال 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 شال؟ اه يعني كده كويس؟ كده تمام زي الفل بس انا عايز اقول لك على حاجة ممكن ناخد الكرسي بس عشان عليه قصاد هو حضرتك مين؟ انا الساحر الطيب ماشي بس خلي بالك يا سيد أيوة. الساعة 12 وتلت يا سيد ايوه تيجي واما هتتحول لسيد تريلا تاني حاضر ماشي حاضر. يا سيد الساعة 12 وتلت أيوة. بالظبط يا دي اللبخة 12 وتلت حاضر سلام يا سيد يا عم الساحر مناخيري وقعت خلي بالك عشان عندنا عرض بكرة والنبي أخيراً هروح الحفلة بتاعت الأميرة يا عيني ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي بقول يا غاوي الفن اسمع فن عراي يا غاوي الفن اسمع فن عراي يا حلاوة الليل الليل لما يطول على الراي وعاوز الموجودين معانا النهاردة والمشاهدين يكون مزاجهم كمان رايق يكون مزاجهم كمان رايق وسيد بعد ما شاف الذل من جزمه قالوا الساحر وخلاه شاب جميل وبقى مزاجه رايق وكان الملك عامل حفله في القصر وجايب طبول وضفوف الملك عامل حفله في القصر وجايب طبول وضفوف وعاد قبايب الاميره تبصي بعينها وتشوف
عشان الأميرة تنقي بعنيها بقى وتشوف ويبقى سعيد الحظ اللي تشاور عليه الأميرة كمان شكراً سيداتي ساداتي، قدمنا إليكم مليونية رقصني يا جدع بقيادة فرقة الأمير رضا الشعبية. شكراً لكم، كان معكم عثمان أبو العافية، فتكوا بالعافية يا حراس. ديبي 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 يا ديبي 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 يا ديبي 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 يا أمر مولاي أمر مولاي لا 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 لا، انتوا متنكرين عاملين ديك رومي إلا يعني ايه يعني؟ ما انت متنكر عامل سوداني، وانت عملتها قبل كده. لا، اللي فات ده كان سوداني، دوك هنوبي. هي تختلف؟ ما تختلفش، بس ما فيش ديك الوقت بنعمل اي حاجه. فوت فوت، احنا هندخل في الموضوع بقى. ندخل في المهم، فتشت البوابات؟ يا فندم، بس في مشكله. خير؟ ألطرس المملكه واقف على البوابه ومعاهم شماريخ وحالفين يخشوا القصر يدغدغوه على اللي جابونا ويقتلوا الملك. يقتلوا الملك؟ ما يعرفوش ان ده ملك، ملك يعني ما ينفعش يموت، ده يا دوبك يتكش. يخرب بيت عسلي. انت عسل. والله سكر، الحمد لله. ندخل في المهم بقى مولاي. المهم، الناس بتوع البوفيه وصلوا؟ الناس بتوع البوفيه وصلوا بس هيتاخروا شويه. طب والناس بتوع السكيورتي وصلوا؟ لا، بتوع السكيورتي بقى جم بس هيتاخروا شويه. انت تبرشم بقى وتيجي تصدعني انا؟ اسكت، مش البرشام جه بس هيتاخر شويه. خلونا في المهم، خلونا في المهم يا اولاد. انت ايه، مش هتتكلم خالص؟ يا عم انا هتكلم بس متاخر شويه. اهي الروشنه اللي بتعملوها دي هتطردنا من الجسر ومش هنلاقي ناكل. لا ابوس ايدك، بلاش ناكل ايه؟ ده انا ما تشايلنيش هموم اكتر من كده، ده انا ابن خالتي مات من كتر الهموم. ولما هو مش قد الهموم بيستهم ليه؟ يخرب بيت عسلي. انت والله الملك جايب لنا واحد يقلش علينا. لا بس والله بيضحكني من قلبي والله. يلا يا ادي، انت وقت لها بره عشان ندخل جلاله الملك. انت بتكلمنا كده ليه؟ التعبت؟ انت ما اتجننت في دماغك؟ اركب الهوا. يلا يا ادي. سلام. فليتفضل جلاله الملك. دين دي 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 دين دي دين دي دي. ها، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام، كله تمام يا مولاي. تمام. يعني انا عايز اسالك بس، انا شكلي كده يعني ينفع ملك؟ يا مولاي انت الملك، ده انت الكينج. يعني انا شكلي كده مظبوط؟ شكلك تمام، بقول لك انت الكينج يا مولاي. تمام. الكينج ده اللي هو محمد منير صح؟ منير ايه يا مولاي؟ محمد منير بتاع سو يا سو حبيبي حبسو. يا مولاي احنا ايام زمان، منير لسه ما ظهرش. طب بقول لك ايه، خلينا بقى في موضوعنا. ها، انا عايزك تركز وتفحص كويس اي حد داخل الحفله. تمام. ليه؟ انا عايز اختار لبنتي الزوج المناسب اللي ينفع يكون زوج لبنتي. انت عارف يعني ايه زوج بنتي؟ يعني جوزها. يا راجل ونعم التفسير والتأويل، ايه الجمال ده يا مولاي؟ انت حمى الشعب كله. وبعدين ما تقلقش، انا هفحص ومحص كل واحد يخش الحفله. تمام. طب يلا بقى انصرف وانا هروح اجهز كل حاجه. ماشي. ما تمام. ايه ده انصرف عشان انا متوتر. ايه ده مولاي، انت عليك حكم ولا ايه؟
لا لا يا اخويا مش على حكم علي طار. خلاص خلاص انصرف يا مولاي. انصرف انصرف يلا انصرف يلا. ده حاجه والله العظيم. حول الله. ايه يا ابني ده بقول لك انصرف. انت انت مش عارف الاتجاهات ولا يا مولاي؟ انت شارب حاجه؟ انت اللي تنصرف من هناك، انا انصرف من هنا. انت اخر كلام. اه يلا. اوكي يلا باي باي. يلا باي باي. ربنا يشفيك يا مولاي يا رب. عنتر ولولو وابي لماذا تاخروا الى هذا الحد؟ يا رب يا مغيث يا ويلي يا رب يا رب عطل لهم الطريق وقفلها في وشهم حتى لا يدركوا أن يصلوا إلى الحفلة، حتى أفوز بقلب الأمير أنا وحدي أنا، وأخذ أنا كرسي المملكة منها أنا، ويكون الملك حمايا أنا، وبعد أن يموت أو نخلعه أكون أنا الملك من بعده أنا. يا رب يا قادر على كل شيء. نعم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ارفع ايدك لفوق. اوه يما مين؟ سلم نفسك يا سفاح يا حرامي وقعد. ارجوك ارجوك لا تقتلني. لا هقتلك. سلم نفسك. يا ويلي يا غمره يا رمسيس، انت نازل فين؟ انا نازل؟ انا مش نازل يا اخويا، انا هقتلك هنا. بو 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 بو. المرقعه دي انا فاكرها كويس. تمين انا لولو اخوك. لولو؟ ايوه لولو. لماذا تتنكر هكذا لولو؟ منذ متى ونبت لك هذا الشنب؟ ما انا بقى قعدت افكر تتنكر في ايه يا لولو، تتنكر في ايه يا ابو اللولي، وقلت اعمل حاجه جديده عليا خالص، اعمل راجل. ومش اي راجل، ده اخطر رجل في العالم. بو بو بو. ابعد ابعد واغرب عن وجهي، وإلا عملت معك الجلاشة. جلاشة سوبرمان. يا يا البدلة دي مضروبة ولا ايه؟ ايه ده؟ عنتر. او ماي جاد. عنتر اعوذ بالله، تلبس البوكسر فوق البنطلون؟ يا عم هو سوبرمان كده بيلبس بوكسر من فوق وبوكسر من تحت. ايه دي عاداتهم؟ هو بس بيطير كتير في الجو فممكن يتزنق في اي لحظة. يعني اغرب اذا انت الاخر عن وجهي، والا عملت معك الجلاشة. يا عم اقعد بقى بلا جلاشة بلا نيلة. اوه مين الموزة دي؟ قشطة ورب الكعبة. ايه ده؟ مين اللي لفة نفسها في ملاية لف دي؟ تعالوا نشوف. تعالوا. هاي انا لولو. انا عبد التواب. وانا عنتر. ازيكم يا حبايب قلبي؟ ايه القرف ده؟ ايه ده؟ انا عرفت انا طلعت كده لمين؟ يا مجوسه يا جوسه يا جوسه يا مجوسه. لا بس بقول لك ايه، انا قلت حفله انا كوريا قلت اجي اخربها، جبت احلى طقم في التوحيد والنور. ايه يابا ده؟ يابا لافف نفسك في ملاها لف يابا. حلوه صح مش كده؟ كان في مايوه بكيني هناك كنت هموت عليه. يابا 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 بلاش مسخره يابا، الناس كده هتتريق علينا هنا. اسمع ياض اسمع ما تعفلجونيش. المهم دلوقتي سيبوكم مني انا جاي اروش. المهم انتم لازما الاميره تحبكم وواحد منكم يبقى عرسها. قول يا رب يمكن تحبني انا عشان انا بطير. لا هتحبني انا بقى عشان انا الصوت الحلو والرقه والجمال. اخر كلام اطمن هنسك. اهدأ يا حماقي اهدأ، انها ستتزوجني انا رجل يحكمها ويسددها في البيت. تتزوجني انت؟ لا هتتجوزني انا بقى. وهتتجوزني انا بقى. لا انا. لا اسمع ياض انت وما تعفلجونيش على الطلقه كتلكم انتوا الثلاثه. اسمع ياض، المهم الاميره تحب واحد فيكم انتوا الثلاثه، مش مهم مين، المهم واحد فيكم يتجوزها ونخرج من بيت سيد تريلا المنتن ده ونعيش بقى في القصر الملكي الجميل ده. سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمه. هنا ها جاءت الآن لحظة دخول الأميرة المنتظرة، الأميرة نور الأمورة. كان معكم عثمان أبو العافية من منتصف المسرح. أوه. اتركوا لي هذه الطلعة. خش يا حبيبي ربنا يوفقك. تبارك الله فيما خلق، هذا الشب اللبن الذي يغلي في حلة. ميرسي. انت مش عارفة انا بحبك قد ايه، انا متابع كل اخبارك. سكيوت. انت تفتحي نفس الواحد والله، تفتحي نفس الواحد على الحياة يا علبة زبدوه.
ايه رايك فيا؟ بصوا هو انتوا كلكم زي الفل، بس انا عايزه اقول لكم حاجه، انا مش الاميره، انا وصفت الاميره. ايه ده يعني خدامه؟ انجر يا بنت من هنا. انجر؟ ايوه. بكره تندم يا جميل. اذهبي يا قعر الحله يا حك الهباب. مش كنت من شويه قشطه ولبن؟ لا ده انت تسدي نفس الواحد على الحياه. يلا من هنا قلب البلاك منيل يا سامش. يلا والنعمه لوريك. ايه والنعمه لوريك. إيه؟ هستناك على باب القص. انت مش سياده ولا ايه؟ اقدم لكم الاميره نورا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ها هي جاءت اللحظة المنتظرة، اللحظة الحاسمة، لحظة دخول الأميرة نورة الأمورة. كان معكم عثمان أبو العافية من شمال المسرح. فلتتفضل الأميرة. أنت مين؟ أنا التنين. تنين ايه؟ ايه الكذب ده؟ في تنين بياكل بصل؟ قرف ده. بهزر معاكم، انا الاميره نورا. انت مين؟ انا لولو. وبيدلعوكي يقولوا لك يا ايه؟ لولوا. طب هات حبه هنا. لولوا اتنين في واحد. لولوا شامبو بلسم في واحد. لولوا لولوا اتنين في واحد. لولوا شامبو بلسم في واحد. لولوا فيه من ثلاثة في واحد والكيس بربع جنيه. ايه الحكيات؟ اخوك عامل لي فيها محمود الليسي. انت بقى اسمك ايه؟ انا عبد التواب. ايه ده ليه؟ انت اذنبت قبل كده؟ شعري مظبوط؟ لا شعرك جميل بس السوالف طويله حبه. كنت محضر لك هدية معي يا سيدة الأميرات. اتفضل. هذه العلبة. العلبة دي فيها ايه؟ فيها فيل. فيل ازاي جوا العلبة والفيل راكن بره؟ نكذب؟ فيها خاتم ومش عارف ممكن تلبسه فين، مش فاهم انا. انت بقى اسمك ايه؟ انا عنتر. بجد؟ اه والله. طب هاتلي فرختين وكيلو كباب. معلش الأميرة مرحة مرحة مرحة. لا ده أنا أعلمك بقى ملاكمة بقى بخفة دمك دي. بجد؟ الملاكم حاجتين، الشمال واليمين بتاعه. الشمال بتاعته لو جلد اليمين ترق. إيه ده؟ إيه ده؟ ده مرحلة الوحش. يلبس يا حبيبي. يا لهوي. لا لا أخويا، أنا بقى عارف أتصرف مع النوع ده إزاي. إرجعي. الصوم هو الحل. ايه ده؟ بتطلع نار اخويا. لا كل واحد جواه قوة الروحية. لما يكون عنده إرادة بتطلع. على الطلاق انا ما خلفت رجالة. ها الجو حر قوي. لا حر مش ممكن وانا موجود. سيدتي الأميرة. نعم. قلت إيه فيا؟ مش معقول أنت فظيع بس ما عجبتنيش. أنت بقى تعمل إيه؟ إيه رأيك فيا؟ إيه ده؟ أنا عمري ما شفت الوزن ده في حياتي. ده وزن إيه ده؟ ده وزن الدبانة. طب امشوا بقى عشان أنتوا ولا واحد فيكم عاجبني. يلا بقى امشوا من هنا. إزاي ده؟ إحنا بنحبك. نحن والله نحبه. حبيبي. ايه ده؟ انت اسمك ايه؟ اسمي سيد. سيد؟ سيد. اسمي سيد تريلا. انت اميره كعبوره نوره. ايه طب قول لي يا سيد انت ايه هواياتك؟
انا هواياتي كتير، انت ايه هواياتك؟ بحب السباحه قوي. اكيد طبعا. اكيد انت اللي بتبقى جوه البحر والاهالي يقولوا لعياله ما تروحوش عند البراميل. صح صح. والعيال الصغيره يوصلوا لغايه جوه وبعدين يقفوا وينطوا من عليكي. ايوه. وما يبقى البحر عالي اوعى تروح عند الاميره. طب انت عارف انا بحب ايه كمان؟ ايه؟ ركوب الخيل. ايه ده بجد؟ انا اركب الفرس من هنا خليه فريس على طول. حضرتك غريبه جدا، انت الاميره؟ إيه بقول لك ايه؟ الحفله دي كلها معموله عشان انا اختار عريس واخترتك انت. اخترتين انا؟ لا اخترت غلط معلش، ابوكي صارف لان مش لاقي يجوزك، مين يتجوز الاحجام دي يعني؟ على فكره انت لو اتجوزتني اوضه النوم بتاعتي لوحدها فيها سرير طوله 610 في 430. يعني انا ماليش مكان في السرير؟ ماشي لا انا مش هتجوزك، هتجوز ايه؟ ايه لا 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 اميري ايه؟ اميري ايه؟ لا ايه ده؟ انت مين؟ انا وصفت الاميره. انت حلوه قوي. ميرسي. وانت كمان حلو. الله يخليك. هو انت ما حبيتش الاميره ازاي؟ ايوه ما هحبها ازاي؟ يعني احب فيها ايه؟ ده بص حضرتك تنين قرنوط. بس كل اللي واقفين حبوها. لا هم حبوها عشان اي حاجه تانيه، لكن انا هتجوزها عشان فلوسها، مش عايز فلوس. بس هي هتخليك تعيش عيشه مرتاحه. طب ما انا عايش عيشه مرتاحه، طول ما انا دماغي مرتاحه عايش عيشه مرتاحه وزي الفل. ياه هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي سيد تريلا. ايه؟ سيد تريلا؟ ودول اللي هم اخواتي بس من جوز امي، لان هو كان متجوز مرات ابويا اللي كان متجوزها ابويا يعني الله يرحمه. بجد؟ طب ما تحكي لي عنهم شويه. لا ما هم اصلا ما بيحبونيش، بس انا بحبهم عشان صله الرحم يعني. يا سيد ده انت طيب قوي. وبقعد اخدمهم، يعني عارفه اللي هو سوبرمان ده بيقعد يلعب ملاكمه في وشي، والتاني ده هو بيصلي وانا بدعي له، والتالت ده ايه ده؟ ده بقى راجل هو ما شاء الله. كنت بساعده عشان يبقى كده يعني. انا حبيتك يا سيد. وانا حبيتك. وعايز اقول لك على حاجه. ايه؟ دي مش الاميره، دي وصفه الاميره، وانا الاميره نوره. انت الاميره؟ انا عايز الوصيفه، فين انت الاميره بجد؟ انا الاميره بجد. امال انتوا كنتوا متنكرين يعني كاميرا الخفيه؟ يبقى دي ابراهيم نصر؟ احنا بس كنا عاملين كده عشان نعرف مين هيحبني عشان شخصيتي، ومين هيحبني عشان انا بنت الملك. انا حبيتك كوصيفه، طلعت اميره، طلعت وصيفه ما تفرقش معايا. وانا اخترتك يا بابا. لا استني قبل ما تنادي بابا، انا عايز اقول لك على الحقيقه. في ساحر حول شكلي، انا كان شكلي غير كده، مناخيري كانت اكبر شويه، شعري كان، لبسي كان، انا فقير اساسا وما عنديش اي فلوس، ينفع تتجوزيني؟ طبعا ينفع. وانت اميره؟ وانا اميره. نادى ابوكي. يا بابا يا بابا. نعم نعم نعم. ايه ده ابوكي؟ لحظه دخول الملك، كان معكم مراسلكم العسل عثمان ابو لبن، فلتتفضل ايها الملك. يا عسل. ايه يا بنتي؟ بابا انا اخترت سيد. اخترت سيد يعني موافقه عليه خلاص؟ طبعا. طيب اوكي، اقيموا الافراح والليالي الملاح، النهارده فرح الاميره نوره على سيد تريلا، ودقوا المعارج يلا يا اهلي يلا. أنا فعلا كان قلبي دليلي. فعلا. قلبي دليلي.